نجحت الشركات الخاصه لانتاج الاجهزه الالكترومنزليه في بلوغ هدف التصدير بعد ان لقيت منتجاتها المصنعه محليا رواجا كبيرا في الاسواق الافريقيه الامر الذي يحفز الشركات العموميه المختصه في صناعه الاجهزه الالكترومنزليه التوجه ايضا للاسواق الخارجيه نظرا لجودتها ولاسعارها التنافسيه ودعا وزير الصناعه والانتاج الصيدلاني علي عون في هذا الشان مسؤوليه المؤسسات العموميه الى للبحث عن فرص في الاسواق الاجنبيه سيما السوق الافريقيه واشار الى ان منتجات هذه المؤسسات يجب ان لا تكتفي فقط بالسوق المحليه بل وجب عليها ولوج اسواق اخرى خاصه في موريتانيا تونس وليبيا واكد عون ان السلطات العموميه مستعده لتقديم كل التسهيلات في عمليات التصدير هذا وتطمح وزاره التجاره الى بلوغ 200 مليون دولار في انتاج وتصدير الاجهزه الكهرومنزليه وذلك حسب خارطه طريق سترتها الوزاره لهذه الشعبه افاق عام 2024